الاعراب. اريد اسالك سؤال بجنبه اعلاميه، اكو شحن زايد بين جماهير العراق وجماهير الاردن على منصات التواصل الاجتماعي ونوعيه التصاميم المسيئه اللي جاي تاثر حتى على نوعيه العلاقه بين الشعوب، وهي مباراه كره قدم في تصفيات اسيا. يعني ما اعتقد الجانب العراقي بداها، هم بدوها وخصوصا بعد ان نفى عامر شفيع تصريحه بخصوص اللي صرحه وقال انه هذا التصريح يعني مو لي، لكن بعدها ظهرت على تويتر، ظهرت على الانستغرام يعني تصاميم، وظهرت يعني تعليقات تقلل من قيمة المنتخب العراقي. وهم أصلا يعني فكرتهم أنه وصل لهذا المركز على مود يقابل العراق يتجنب اليابان ويعني بدل من ناشد. لكن كأساس منذ ظهر اليوم غلق كل الأمور اللي ممكن اللاعب يطلع عليها، مواقع التواصل الاجتماعي، برامج، وهو متعود قبل اللعبة بيوم يعني اللاعب يحاط بدائرة مغلقة ما له علاقة بكل شيء صار في ذهنه للمباراة، بالتالي هذه الأمور ما راح تأثر. بالمناسبة المعلومة اللي عندي أنه مدرب منتخب الأردن نفس الإجراء سواه، سحب التليفونات، منعهم من المنصات والتواصل، منعهم من اللقاءات التلفزيونية. اليوم أنا من حكي التلفزيوني لا اليوم قبل المباراة بيوم، مو أنتم صالح لأنا قلت لك هذا واجب لازم يسويه المدربين لأن ممكن تأثر عليك. ممكن انا هسه اليوم خلي يكتبون، خلي اليوم يكتبون فد 1000 واحد بالتيك توك، خلنا في اي برنامج جاسم غلام، جاسم غلام، وانا من يم اشتعل بنار صح لو لا؟ فانا من حكيته ما جبته من فراغ. هسه اوكي اليوم ماكو احد ما يقدر يحكي اهله، انت اهلك ما راح تعايفهم 10 سنوات وسنتين يوم هو يوم انت مباراه عندك ليله واحده تنام والصبح تقعد تحكي. واحيانا التحفيز الزايد بمشاكل. طبعا كابتن من حكيته قلت لك اسحب التليفونات وابعدهم، حتى اللاعب ترى كابتن سالته اي مواطن ايش اي واحد بالله اذا بيده التليفون ما ينام، بيده التليفون ظل يقلب اي شيء اي شيء اي برنامج يدخل عليه حد ما ينام. موضوع يجيب موضوع، انت شيل التليفون من عنده راسل. لا حتى الاتصالات اللي يعني ممكن يجي اتصال هسه اللاعبين اتصال صديق لاعب مثلا يعني تاثير.